السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي الكرام، وكيف ما جرت العادة اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نقدم لكم واحد الشهيوة جديدة. هاد الشهيوة هذه هي عبارة عن بسبوسة اللي كتجي لذيذة لذيذة بزاف زوينة، وكنتمنى إن شاء الله أنكم تجربوها. غادي نحتاجوا لهاد البسبوسة هذه واحد 3 بيضات يكونوا من حجم كبير، وغادي نحتاج واحد يعني أنا عندي هنا العبارات غنقول لكم بكأس العنبة. هنايا عندي واحد الكاس العنبه، كاس كبير ديال العنبه ديال السكر، بغيتو تعملوا كاس بغيتو تعملوا نص كاس على حسب كل واحد والذوق ديالو. كاس لاروب ديال الزيت، ربعه اولا 250 غرام ديال السميد الرقيق ديال الحرشه من نوعيه مزيانه، جوج خمارات، وكذلك واحد سكر فانيلا كيس، قبصه ديال الملح، وغادي نحتاج طبعا واحد ياغورت سواء عندكم الطبيعي او بنكهة الفانيلا، كأس صغير من الحليب او نصف كأس عنبة ديال الحليب، ونصف كأس عنبة ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. بالنسبة للتزيين عندي هنايا اللوز، وعندي جوز الهند او الكركاف. اول مرحلة غادي ناخذ البيض، بسم الله على بركة الله. البيض طبعا يخصو يكون مغسول. غادي نضيفوا على هذا البيض هذا واحد القبيصه ديال الملح، دائما الملح باش كيعادي لنا الذوق. كذلك غادي نضيف السكر سنيده واحد الكاس، اللي ما بغاش يضيف كاس يعني على حسب الذوق، يعني ممكن تضيفوا كاس اللارو. دائما السكر ولا الملح كنعملوه بحسب الذوق. من بعد غادي نحاول نطلع هذا البيض، ماشي غنطلعو نطلعو ولكن نخليه نحصل عليه باللون الابيض مزيان مزيان ونتلاقى. بعد ما ضربت البيض مزيان مزيان غادي نضيف هذاك الكيس ديال السكر فانيلا. من بعد غادي نضيف هذا الزيت، هذا عندي كاس لاروب زيت. طبعا غادي نستعمل سباتول باش ننزل الزيت كله. شوفوا معايا، نضيفوا هذا الكاس ديال دانون كيوزن 100 غرام. ممكن الا عندكم حتى طبيعي ديرو، انا عملته بنكهه الفانيلا. غادي نحركو مزيان مزيان باش ينسجم ليا مع العناصر. عندي هنايا 250 غرام ديال السميد، غادي نضيف النصف. بسم الله، كيف لاحظتوا معايا انا ضفت النصف، وهذا النصف اللي ضفت غادي نضيف عليه جوج اكياس خميره من فئه 8 غرام كل وحده، بجوج بهم كيوزنوا 16 غرام. صافي، ونحرك مزيان مزيان. صافي، نضيف النصف الثاني ديال السميد. حرصوا على انكم تختاروا نوعيه السميد يكون سميد جيد. وغادي نحك على هذا السميد هذا واحد الليمونه حامضه، غير القشر ديالها الفوقاني. حرصوا على انكم ما تدخلوش داك القشر اللي كيكون مر، يعني ما تديوهاش وتجيبوها بحال هكا، فقط ديوها غير جهه واحده هكا نتوما. غادي انا بشرت هاد الليمونه الحامضه، غادي نحرك دابا مزيان مزيان. صافي، دابا غادي نضيف هاد الكاس الصغير اللي عندي هنايا ديال الدقيق الخاص بالحلويات، الدقيق الابيض. اللي ما بغاش يضيف الدقيق الابيض، انا فقط كنعملو باش انه تجيني البسبوسه ديالي يعني ما تجيش مزيته بزاف وتجي مرخيه بزاف. اللي ما بغاش يضيفو يمكن له يبدلو بواحد الكاس ديال
ديال الكوك او لجوز الهند. بسم الله. صافي. كيف كتلاحظوا معايا هنا انا غادي نحطها على جنب. كيف كتشوفوا معايا هنا عندي هذا المول هذا، مازال اكيد غادي نمسحوا من هذا الحليب هذا. عندي هذا المول هذا فيه 26 على 33، فيه 26 على 33. صافي. غادي ندهنوا بالزبده مزيان مزيان وغادي نرشوا بالقليل من السميد ونرجع لكم. صافي. وغادي نرشوا بالسميد بهذا الشكل هذا، يعني عوض دقيق فرص كنرشوها بالسميد. صافي. ونصب الخليط مباشره. دابا غادي نخويو الخليط ديالنا. نبدو نهبطو بسباتشو. صافي. الفرن عملته على درجة حرارة 180، غادي نخليه حتى يسخن مزيان، شعلت عليه من الفوق والتحت، عاد من بعد نطفي عليه الجهة الفوقانية ونخليه غير من التحت حتى كتطلع البسبوسة ديالي وطيب من التحت شوية وولي اللون ديالها ذهبي، عاد كنشعل عليها من الفوق ونخليها ثاني تحمر. خليكم معايا باش نشوفوا من بعد شنو يمكننا نعملو. بالنسبة للسيرو ديالنا غادي نحتاجو له واحد الكأس العنبة ديال الماء من الصنبور عادي، وغادي نحتاج له واحد الكاس لاروب ديال السكر سنيده، يعني القياس بالكاس العنبه، كاس لاروب اللي هو يدير كاس يدير كاس. انا نقصت شويه السكر باش يلا تجيني مقاده في الحلاوه. وغادي نحتاج ديك الليمونه الحامضه اللي بشرناها في الاول، غادي نعصرها وغادي نقادو السيرو. اول حاجه غادي ندير الماء يغلى مزيان، بعد نضيف له السكر ونضيف كذلك الليمون الحامض حتى يعقد لي هاد السيرو هذا او لهاد القطر باش نسقيو به البسبوسه ديالنا. خليكم معايا. الكبيدات ديالي، البسبوسه ديالي من بعد ما كطيب خليتها بحال هكا حتى خدات لي داك اللون الذهبي من الفوق وطلعت نفخات شويه. المهم نفخات القياس اللي بغيت انا. غادي ناخذ واحد العود بحال هكا ديال الشواء، وما حدا هي سخونه لان السيرو عندي دابا راه يعني شيئا ما برد او لطفى. خاص ملي تكون عندكم الكيك عاد خرجتوه من الفرن او البسبوسه عاد خرجتوها من الفرن تسقيوها بالسيرو يكون دافي، وملي تكون البسبوسه عندكم بارده سقيوها بالسيرو يكون سخون. بسم الله. غنعملو دابا فيها ثقوب كامله. دابا هي ناضجه عندي مزيان مزيان، راها طايبه كيف كتشوفوا معايا كيخرج هذا التيغدون الناشف، جات غزاله بزاف بزاف. مزيانة في الفطور، في الميريندا او الميريندا، شنو الميريندا، الكاسكروت مزيانة بزاف بزاف. وكيعجبو يعني الوليدات الصغار كتعجبهم بلا قياس، وحنا حنا نيت يعني الكبار راه كتعجبنا بزاف. مرة الانسان يعمل حويجات هكا اللي كيبغيوهم ويبغيوهم الازواج ديالهم ووليداتهم وكذلك حتى الضيوف. صافي. ضروري تعملوا فيها ثقوب كامله، تخليو شي بلاصه ما تثقبوهاش باش انها تدخل ليها السيرو باش كتجي رطبه بزاف. شوفوا مع هاد الشوايه الجوانب كامله وعاد الوسط تخليو حتى شي بلاصه. صافي. دابا غادي
نجي ونخوي عليه هذاك السيرو. ها نتوما كيف كتشوفوا عندي ما كيجيش عاقد بزاف لكن مهم كيبقى سائل. غادي نخويو عليها هذا السيرو كامل نخليوها هنا في اللاطه ديالها. كيف كتشوفوا هذا السيرو ملي كنخويوه كيتشرب بالزربه. نحاولوا ما نخليوه حتى شي بلاصه. صافي غادي نخليها على جنب واحد المده ديال 10 ديال الدقائق حتى ربع ساعه حتى تشرب السيرو مزيان مزيان ونرجع نكمل معكم طريقه ديال التزيين. حبيباتي بعد ما خلينا البسبوسه ديالنا واحد المده ديال ربع ساعه حتى شربت السيرو مزيان مزيان، هنا عندي هنايا العسل كيف كتشوفوا ذوبته حيت كان محجر ذوبته. نتوما الا عندكم الكونفيتور دهنوا به، الا ما بغيتو ديروا حتى شي حاجه صافي كتفيو بداك السيرو اللي كاين. انا غادي نعمل هاد العسل بحال هكا اللي بشويه نعملو بالملعقه نيت، كل واحد كيعمل القياس ديالو اللي كيبغي. حتى غادي ندهنها كامله ونرجع لكم نوريكم شنو غادي نعمل من بعد. صافي من بعد ما دهنت هاد العسل مزيان مزيان، هنايا كيف كتشوفوا معايا عندي هذاك الكركاع مع اللوز مع الكاوكاو قليتهم واحد شويه وهرمشتهم، هما اللي غادي نزين بهم من الفوق عادي بهذا الشكل هذا. نرشهم هنا كيجيو مزيانين. وحبذا لو انكم تنزلوها على شي طبق من الاول تنزلوا على طبق اللي اولا صحن اللي يكون طويل، ما تنزلوهاش اللي عملتوها طويله بحالي ما تنزلوهاش على صحن دائري. هذا الملاحظه مهمه هذه لانني غلطت ونزلتها في هذا الطبق دائري ما جات هشيشه رطبه بزاف ما يمكن ليش نبدلها نحولها لجهه اخرى. قطع لكم واحد المغصو باش تشوفوها. بسم الله كتجي رطبه بزاف بزاف. راها رطبه زوينه الحقه وطريقها غزاله. وبالنسبه للقياس اللي عطيتكم ديال الحلاوه عرفتي رجعت لاصقه في الحلاوه مقاده ماشي ديك الحلاوه المجهده بلا قياس. هانتوما شوفي ملي كنقطعها كتمشي مع المعلقه رطبه شفتو ندوق هذا مزيان. والله الا على حسابي غير جربوها غزاله بزاف بزاف لذيذه بلا قياس صح التجربه صراحه. وهكذا كنقول لكم حصلت على البسبوسه ديالي كتجي لذيذه هائله. قلت لكم كتجي هشه كتجي خفيفه ولذيذه بزاف بزاف. اللي ما جربهاش ضيع على راسو بزاف ديال الحاجات. وما غاديش نحلف لكم ولكن فقط غنقول لكم ها النتيجه قدام عينيكم. جربوها بنفس الطريقه بنفس المقادير اللي درت غتجيكم غزاله. حتى الطريقه يعني باش درت السكر وداك الشيء نقصت جا قليل جات مقاده في الحلاوه. جربوها على حسابي وما تنساوش تدعموا قناتي بلي لايك وتشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله باذن الله. كنقول لكم احبابي صحه وراحه دمتم بخير والى اللقاء. وما تنساوش تجربوها ونتلاقى معكم ان شاء الله في شي شهيوه اللي تكون جديده ولذيذه. كنقول لكم مع السلامه وتهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. باي باي.